رفعت الدولة استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بالأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. تعمل الدولة على ضخ أكثر من 120 طناً من اللحوم الطازجة والمجمدة في الأسواق المختلفة بأسعار مخفضة. أيام مباركة تهل علينا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. رفعت معها الدولة استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بالأسواق، والبداية من هنا من مجزر البساتين حيث تجرى عمليات التخزين والتوزيع. بنطمن الناس إن اللحوم والأبقار بيتم الكشف البتري عليها قبل الشحن. في بداية وصولها لمجزر توشكا بيتم الكشف البتري مرة أخرى. بيتم الذبيح في مجزر على أعلى مستوى موجود في منطقة توشكا. بيتم الكشف البتري على اللحوم بعد الذبيح للتأكد من خلوها من أي إصابات وأي أمراض. تتحرك اللحوم والدواجن بعد ذلك في السيارات الثلاجة بدرجة حرارة مناسبة لحفظها لتصل إلى المجمعات الاستهلاكية المختلفة بعد أن تم الكشف عليها من قطاع الإشراف الطبي والبيطري لتوفيرها للمواطنين بجودة عالية ووفقا للمعايير الصحية. اطمئنان للمواطن من حيث السلامة الطبية. اللحوم بتذبح في مجزر توشكا ومجزر سفاجة تحت إشراف طبي كامل، ده قبل الذبح. بعد الذبح كمان بتبقى في إشراف طبي لأخذ عينات من اللحوم بعد ذبحها. بقوم بعمل فحص اللحوم. اللحوم اللي موجودة عندنا دي لحوم مبردة. اللحوم دي بتيجي لحوم سوداني مبردة، بتيجي يوميا في بردات وبتسلم هنا للمجزر الآلي تبع شركة مصرية للحوم والدواجن. اللحوم دي مفروض انها بيتم ذبحها للمواصفات القياسيه للحوم. خطه محكمه تعمل عليها الدوله لضخ اكثر من 120 طنا من اللحوم الطازجه والمجمده في الاسواق المختلفه، توزع على 1350 منفذ استهلاكي على مستوى محافظات الجمهوريه، على ان تكون باسعار مخفضه تصل الى 30% في معارض اللحوم والدواجن. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.